654 هجرية أفاق أهل المدينة على حدث جلل، هزات أرضية متتالية، أصوات كالرعد استمرت لمدة 3 أيام، فهرع النساء والأطفال والشيوخ للمسجد النبوي وأخذوا يتضرعون لله، ظنوا أن القيامة قد قامت. ما الذي حدث؟ ما هو سبب هذه الأصوات والهزات؟ ومع معلم جديد وحلقة جديدة من معالم حول المدينة المنورة، هذه المرة من حرة رهط الملساء أو المليساء. هو الصدع الزلزالي العظيم في شرق المدينة، وهذا هو السبب في الهزات الأرضية المتتالية اللي شعر فيها أهل المدينة في 654 هجرية. يصف لنا هذه الأحداث الإمام القرطبي مفسر القرآن الشهير والقسطلاني. القسطلاني هذا غير القسطلاني شارح صحيح البخاري. قطب الدين القسطلاني له كتاب اسمه عروة التوثيق في النار والحريق، ذكر فيها حريق المدينة وزلزالها وبركانها وحريق المسجد النبوي في 654 هجرية. يقول في شهر رجب من 654 هجرية بدأت موجة زلازل متتالية رصدوها 18 هزة في اليوم، حتى اهتزت منائر المسجد النبوي وسمع صرير لسقفه. في يوم الجمعة بعد 3 أيام توقفت الهزات وظهرت نار عظيمة في شرق المدينة، أضاءت لها حتى الكتب صاروا يقرؤونها في الليل على ضوء هذه النار. وصفوا هذه النار والحمم بأن ألوانها الأزرق والأحمر وتلتهم كل ما جاء في طريقها من صخور وجبال. من داخل الحمم البركانية المدينة متحف مفتوح للجيولوجيا، والسعودية بشكل عام تجثم على أكثر من 2000 بركان. ساهمت هذه البراكين عبر الزمن بخلق أكثر من 13 حرة. كان للمدينة النصيب الأكبر من هذه الحرار والفوهات البركانية والحمم. هذه الحمم بعد أن بردت أصبحت بهذا الشكل وهذا التكوين، لكن هذه البراكين ساهمت في خلق تضاريس وتحصين طبيعي للمدينة. فالمدينة محصنة من 3 جهات عبر الزمن بفضل هذه التكوينات البركانية. أيضا تساهم في خلق بيئة زراعية، أرض خصبة، نضوب الماء في أماكن وظهوره في أماكن أخرى، ومن أسباب تهدم سد معاوية بركان 654. لكن سبحان الله، هذه الحمم جاءت على وادي الشظاه وسدته، فخفف من تدفق المياه اللي كان يفيض على المدينة. وجاء في الحديث الصحيح أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة بلدة بالشام، ويرى المؤرخون أن هذه النار هي نار الحجاز، بركان الحجاز، وأن هذا الشرط من أشراط الساعة قد تحقق.